أنا تعبت هذاك وليدي يا ربي. لا ما الوضع اللي كنت فيه بالليل خوفني عليك كتير عن جد؟ أنت شو رأيك دكتور مهتا؟ معقول يضغط حاله بالشغل ويتحمل كل المسؤولية؟ لا سيد عثمان اسمعني، انت لازم تخف. سيدي ما كنحمل البنت فيه هو اللي غادي يديها بزز منها غير بزوجها غير تخليها على عقلها ويديها وتجول فيها باش غير يدير الغيره لهذاك. استغفر الله العلي العظيم، نسيت راسي شويه ما نسيت الحوايج في السطح في هذا الليل هذا. لا الله يجمعني نطويهم. لا بسم الله يا ربي استغفرت الله شي برد في السطح عندك لا يضربني البرد اللي قال ساحة مريضة رمضان قرب. الو الو مرت اخي شو عم تعملوا لسه هون؟ ليش ما جهزتوا حالكم للمدرسة؟ الخالة شاندي كبرت وصايرة عم تنسى. ايه خلص روح. انا اكيد صرت مرة كبيرة بس هي التنسى ما عم يكبر ويصيروا ملعين كتير. وين الناس حشومة؟ هل الشعر تسعود هذي؟ لا ايش مني انتي يا مثلا القصة بعدا فهمها تفرج فيه بينا ايك هذاك راه هذاك البطل راه بنت عماتك انتي ها وهذيك هي البطلة. لا وراه عرفت صاحبة رجال ها ويلي امك امك ماشي لاباس شكون بدل القناة نسيت راسي شكون اللي دار الافلام شدي الخبار شدي الخبار راه بغيت نمشي فين تاع رمضان شدي الخبار شدي الخبار عس كنت عس عليهم تعيت قلت غنسمعهم غنهبط نمشي نجيب الحوايج قلت لكم الله يبدل لكم الله يبدل لكم الوجه ولا ماما راه لا لا فين تركم راه فين هي هذا راه هنايا راه شنو شحال الساعه تكرر استغفر الله ما يمتيحني انت وين ما يمتيحني انت شدي وليت سنة وليت سنة وصفرت الله العلم العظيم سنة وكلش عليكم الله وكلش عليكم الله انت دابا انا غنعرف رمضان واش شافوا الهلال ولا نزل ها هو اليوم انت ثاني واش نضربكم ثاني ها هو اليوم انت ها هو اليوم انت قالوا نهار الجمعه غنشوفوا واش السبت ولا الحد رمضان شيكي ها هو اليوم اليوم السبت ياك ويلي مسخوطه انت كاع ما رد البال لرمضان امتى كاين وامتى ما كاينش الا سولتها غير ما بحال ما مسوقات لرمضان استغفرت الله العلي العظيم ولكن ما عندي ما ندير ما عندي ما ندير ما عندي ما ندير هاكي فطوم هاكي هاكي هذيك العجله هاكي شوفي شدي ليا شوفي داك شوفي الانترنت اللي يقولوا لك امتى رمضان اخي السمراري وحنا كنقول لك سير ماما هي ماما لك عرفتي ملي خرجتي هي اللي كتخربق فيه ماما راه غير جبت فيه والله ماما لا ماما كيتصطم ماما عندي غندير الطبل معطي كيتسد مع السبعه كيتسد مع السبعه بحالو بحال الطيور كينعس مع السته ولا السبعه الله والله اش غندير هاري هاري اش غندير نصيفط ليها في واتساب واتساب هويلي فينا هو واتساب ها فينا هو واتساب السلام عليكم اختي هنية لاباس عليك بخير كلشي بخير مبارك عواشرك قولي لي اختي هنية اش قالوا امتى رمضان واش اليوم ولا غدا ولا بعد غدا تلف عليا الحساب والله الا تلف عليا الحساب ربا اختي ما شوف راه طلع لي طونسي شوف اختي امتى رمضان جاوبين الله يرحم الوالدين دغيا دابا هويلي من هادشي ما بغاش يتصافط ما بغيتش تصيفط هاد الشي مالو مالو هاري نشوف هاري نشوف كنفهم انا فهادشي ديال الواتساب هاري نشوف اش غتشوف خليتي فيه شي حاجه ماما راه ما عندكش كونيكسيون كيكون هكا فاش ما كتكونش عندك كونيكسيون الكونيكسيون طال ديال الواتساب اعوذ بالله شتا ما حاجه مغيب بالعقل تسمعي هاري هاكي
تني 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 غنصوني هنيا واخا هكاك غتبقى تقول عليا قدام العيالات عقلتي بالصونتي عليا وسولتيني في رمضان انا ما حضراش وتغدرني انا قدام العيالات قلت لي فريده صوني على فريده فريده صاحبتي عشيرتي فريده من هاد اللي ما خدامش شكون دار الطياره الله يعطيه طياره تضربو ان شاء الله وين جيني انا شكت الله يدير فين ما تلقاي انت الطياره فين الطياره لله تلبي غير في السما انت ملي تدوز مالها اللي ما بغاش يطلع استغفر الله جمادكم غير كافي لاجراء المكالمه جمادكم غير كافي اويلي جمادكم غير كافي اليوم اليوم غنمرمتكم شنو درنا اليوم انتي ويا هاليوم اليوم غنشدكم ما هادي يا غنشويكم يا غنقليكم ويلي تقلينا وما تشوفش لنا الاخبار 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 par les ultimes courses en vue de préparer le sahur de cette nuit et le ftour de demain soir. Ambiance du côté de Fès avec... Le français la veille du mois sacré, traditionnels sont les incontournables de la table. Et autres douceurs traditionnelles sont les incontournables de la table ramadanesque. Dans les rues mythiques de la vieille Médina, l'activité est intense. Les commerces qui proposent les petites friandises spéciales Ramadan goûtues connaissent un engouement certain avec des consommateurs attirés essentiellement par la qualité des produits. Le mois sacré de Ramadan est débuté aujourd'hui dans plusieurs pays du monde arabe, comme ici en Palestine, où la population a également investi les marchés afin de se procurer les produits qui viendront orner les tables. هذا اش كيقول واش الفرنسي هادي تيمتى تبدلات هاد الفرنسي ولات بحال هكا فينا هو كون لي كيزو فينا هو اورتوغراف ولا ما فهمتي داك الكلمه غتقتلني من بلاصه ميمتي شغندير تعب شويه اخويا واش ما عندكش نقطه ما عندكش فاصيله بشويه بشويه هالعار هالعار خويا شحال هنا شحال البطاطا زيد يلا زيدي شويه راه عندي شي سكر خضره 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 مولي ولا شاوره شحال حاجه
السلام عليكم نبات. شكرا هذا الحاجه. الله يبارك فيك. الخضره زيدي زيدي من حبابك. شحال ليمون؟ الليمون غالي الحاجه 160. ويلي على 160 واش اللي عطى الله؟ اي واش غادي راه على حسب تقدا في السواق اللي حدايا نيت. ويلي زعما كليا ندير ليا 160 ماشي انا الحاجه بلاصتو بلاصتو راه لا واه لا واه لا واه ما كرهش تبارك الله قداش راه الليمون ديال بصح هذا واخا وخيز زوج حال خيز زوج 80 ويلي على 80 وخيز زوج داير 80 واخا هاد المطيشه الزبيبه شحال حتى هذيك 5 دراهم والله الا غنمشي نيت على هاد الحسامه واش غادي لك الحاجه راه هاد الشيء راه ديال تيا اما الناس الاخرين راه كثر الخيار الخيار حتى هو 80 الحاجه ايوا على الحساب غناخذ منك غير الليمون مازال راه غتنقص لك ديك 160 ها ويلي على 160 ديال الحاجه راه غترزيني الحاجه لا وا لا وا لا وا لا وا لا وا لا وا ديك 160 راه اللي درتها لك تيا علاش دير؟ دير 60 ريال. أولي علاش هاد الشيء تجا؟ دير 60 ريال ضرب لي البيض ديال الدوكا غادي نحدو كان نجي فيهم صافي؟ لا واه 60 ريال. عطيني بانيو، عطيني بانيو. ها هو البانيو الحجة. عطيني بانيو. هاك البانيو. والله إلا قال لك ما يمشي زين هنا. عطيني بانيو صغيرة. على حساب الميزان الحجة راه على حساب الميزان. شتي تبارك الله الليمون راه أنا نبيل. نبيل. وري ولدك أنا. ونبيل. حاجه بنين مسكينه عليها غبرتي واش فيك سكر ولا شنو لا ما فيهش ولكن الحاجه راه البنان منين البلاصه فيها اش كتقول انت واش طايح على راسك لا لا بنادم فيه السكر مريض الله يشافيه ولكن راه عيد الناس اخرين لا ما مريضه خويا ولكن بلاتي العين ديال امك والادويه اللي ما يبغينا الله يحفظنا منه قلت لها فين اللي فيها بيمين ما فيهاش ولد السكر حاولي علاش ماما سيمبي سيمبي بغيت نمشي سيمبي سكتي شتو هادي ماما ها شنو خالتي ام غير فاطمه حوي واش ما صايماش لا ما صايماش حويلي حويلي مود هذيك تاكل في السوق حويلي تصدق للمراه ولا شنو بيها الله هدى الحق وين على ما صايمش بالكم نتوما معصيين اليوم واش انت يا واش انت داك السكر وما قلتيهاش ليا لا يا اختي الله يحفظك واش مريضه بالكلاوي لا باه كتصفاي ولا شنو لا باه ويلي ومالك يا اختي كتعصر هذاك الشيء حطي صافي في الز في الز كي عدن ياك لا ياك ما ياك من يوم رمضان توكك خالتي كتاكل فهمتا خالتي يا فتي شوما اليوم فضل ما فاهمين واليوم انت اليوم رمضان اليوم رمضان ياك صافي انا او اليوم انت شبت لما تقل لي وموسي شبت لما شبت اليوم رمضان ياك ما كاميرا خفية لرمضان يا مريم ولي مونتي ولي مونتي ولي مونتي ولي مونتي ولي مونتي ولي مونتي نهار الحسابات غندير بحسد ربي ولي مونتي كلت نهار اللي من رمضان ولي مونتي بنادي انا شوهوني شتي بنادي انا دي جل كلشي كاين كلشي راه بنات زوينات بنادي انا شوهوني بنادي انا شوهوني تغديت بطاطين ديال الحاجة ويلي يا مرحبا اصبر نعناع ويلي ويلي كنا غير سكتات ماما يا خوش اخش حطي حطي داكشي نحطي داكشي يلا زيدي حطي داكشي يلا زيدي 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 قدام يلا Thank you.
هادشي صافي شبعات كلنا اليوم الطاجين ما عمر خلينا قد لينا اليوم عرفتي كلينا الطاجين صافي التنفس كلينا الطاجين كلينا مع شنو براد ديال اتاي براد عمرك لك نصلتو ديال القهوه